أنا أقول لكم ونسوا أنفسكم وبأنفسكم. الحيلتي بس قلت أطلع بالحوش سوي غداهم بالحوش، سخنتها حط شوية ثيلك شوية زيت، سوي لهم مكرونة سباجيتي بالدجاج المفروم ومعجون الفليفلة على كيف كيفكم مع جبنة ال، يلا عاد شو بيطلعها الحين بذكرها أقول لكم اسمها. صدقوا لي الحين عيت تطلع النوع الجبنة. المهم اني حطيت هنا زيت زيتون وسخنته، اضفت له مكعبات بصل، ومع حمسة البصل راح اضيف الثوم المهروس. شو القاعدة عندنا تقول؟ احمسي غداكم احمسي عشاكم، لو تصحين شكشوكة احمسيها علشان يتطلع لك النكهة خيال المخيال. الحمس عندي بدأ يفحطون عيال حارتنا، انحمس عندي البصل زين. راح اضيف الان معجون الصلصة وراح اضيف معجون الفليفلة واستمر بالتقليب. دائما اقول لكم خلوا الصلصة لين ما يطلع الزيت حقها، كذا تضمنون ما يكون فيها طعم مرارة نكهة شينة. ترى الصلصة اذا ما انحمست وكشنت طلع لها ريحة ونكهة شينة. بامكانك تسوينها على دجاج مفروم او لحم مفروم، انا بحطها على لحم دجاج مفروم. مريت بتحريك الدجاج، شوفوا شلون تبارك الرحمن فلفل. الحين بضيف البهار المشكل، بودرة بصل، وعندي البابريكا طبعا، فلفل الاسود، وزيدوه شوي لان نكهته تطلع رهيبة، مع الملح. كفو عليه كذا، لا تخليه شيء قاسي بس كله خليه ناعم. المهم الحين بنضيف عصير الطماطم طبعا فرزان، اضيف شوية كزبرة وراح اخليها كذا على الوجه واغطيها خليها تتسبك. استوى عندي الدجاج، اللي بسويها الحين اني سالقة مكرونة عادية سباجيتي، سلقتها السلق العادي بموية وشوية زيت، طبعا موية مغلية، بضيفها واقلبها. تسمعون الصوت، تركت المكرونة تتسبك مع حمسة الدجاج شوي وخلاص الحين خلصت.